مشاهدينا ننتقل لمتابعة المؤتمر الصحفي لرئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي. هذه مناطق لا يتم فيها العمل على مواد نووية، ولكن ثمة أنشطة مهمة قد يكون لها أهمية كبرى تحدث في هذه المكان وهذه الأماكن. وبالطبع هذه الأداة وبعد خبرة الوكالة في العراق التي كان هدفها منح رؤية أفضل للأنشطة الجارية، إذن نحن نتكلم عن كل ما يعنى بالأبحاث والتطوير، إضافة إلى الوصول إلى الأماكن التي ذكرتها منذ قليل. وطبعا هذا كان يمنحنا القدرة على الوصول إلى معلومات بشأن ما كان يجري هناك، ولكننا خسرنا هذه القدرة. بريس تي في، سؤالي حول الأهمية بالنسبة للوكالة بالقيام بتحقيقاتها أينما كان استنادا إلى خطة العمل المشتركة الشاملة، لكن ما طبعا يمكن الوصول الأماكن التي يمكن للوكالة الوصول إليها هي ما تسمح لها به إيران، وبالتالي هنا سؤالي حول التعاون بين الوكالة وإيران. سوف أصحح نقطة في هذا التصريح. طبعا الأمر لا يقتصر على خطة العمل المشتركة الشاملة، بل أيضا هناك أيضا تدابير تقنية واتفاقات تقنية وتوعية، كما أنه ثمة هناك تدابير أو اتفاقات تقليدية وآليات تقليدية موجودة بالفعل، وهي تمنحنا طبعا وبشكل محدود، ولكنها تمنحنا قدرة ما أو إمكانية ما، ويمكننا أن طبعا نذهب إلى المنشآت ونطلع على مجرى الأمور فيها. طبعا لدينا عدد من الأمور التي يمكننا أن نستفيد منها ونستخدمها لهذه النقطة.